يقول يا ليتني قدمت لحياته، يا ليتني ويا ليتني، ولن ينفع الندم حينها. سل نفسك يا عبد الله ماذا قدمت لحياتك التي أنت قادم عليها. حياتك هي الدار الآخرة، إما نعيم وإما جحيم. بماذا ستجيب رب العالمين؟ ما هي الأعذار التي أعددتها؟ ترك الصلاة، ترك ذكر الله، ترك قراءة القرآن، عاق والديه، قاطع رحامه، كلم البنات، اغتاب فلان، تكلم عن عرض فلانة، نظر إلى الحرام ولبس الحرام وأكل الحرام. إلى متى وأنت على هذا الحال؟ أما آن الأوان أن تتوب إلى الله عز وجل؟ أما آن الأوان أن تستقيم؟ أما آن الأوان أن تلتحق بصفوف الصالحين، بصفوف المصلين؟ هيا أيها الفاضل، أيتها الفاضلة، بادروا بالتوبة واقبلوا على الله عز وجل. والله لن تجدوا السعادة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، لن تجدوا السعادة إلا في اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله إني لكم ناصح أمين، وإني أحب لكم الخير كما أحبه لنفسي. أقبلوا على الله وجددوا التوبة وجددوا إيمانكم، والسلام عليكم ورحمة الله.